اخر ليكتشر معانا ان شاء الله بعد ما نخلص نقدر نتكلم على ده الاسبوع الجاي عن الشاب بتاعنا. خلينا نتكلم في اللي عايزين نقوله النهارده الاول. اخر توبيك معانا هو الانترنت، ودي النقطه اللي احنا عايزين نقولها في الانترنت. نركز موضوع بسيط وسهل، والتوبيك ده المفروض ان هو اخف من اخف التوبكس اللي معانا، مش عشان هو سهل ولكن لسبب تاني، ان هي اكتر حاجه الناس جايه باك جراوند عندها فيها قبل ما تيجي هنا هو الانترنت. ده مش بس انتوا، ده عامه الشعب، الناس في الشارع، اي حد معاه سمارت فون في ايديه، الحاجه التقليديه اللي عايز معلومات فيها حتى من غير علم ولا اي حاجه هو الانترنت. كله عارف يخش على فيسبوك وعارف الواتساب ولا انترنت، هو بيوز الانترنت. فيسبوك ابلكيشن، موبايل ابلكيشن، الناس ما استخدمتوش وكتر قوي. ايام ما كان ويب كان الناس عليه عدد، لما بقى موبايل ابلكيشن بقى العدد ده ضاعف مرات كتير عشان موبايل ابلكيشن بيوصل كبير قوي. اعتقد الناس عارفه ان احنا الناس في مصر، حتى الناس الاميه اللي ما بتعرفش تقرا وتكتب مجازا، لا ما بتعرفش تقرا وتكتب بجد، بيستخدموا فيسبوك عادي مش شبه كده يعني. الناس مش اللي هو مجازا ضعيف ولا حاجه، لا هو فعلا امي ما بيعرفش يقرا ولا يكتب خالص، لكن بيشتغل على فيسبوك عادي، هو اكونت وشغال وبيعمل يعني تمام التمام يعني، وعارف يجمع كده يعني، ما بيقدرش يعمل كل حاجه بس اولموست شغال يعني، ما بيقولش لا يعني. دي حاجه كويسه، دي حاجه مش وحشه. انتشار ثقافه الانترنت عندنا دي حاجه الناس مستقليه بيها، ولكن هي حاجه مش وحشه. عرفتك بعض التكنولوجي حتى لو انت واخدها من ناحيه مش الناحيه الثيوريتيكال، مش الناحيه العلميه قوي، بس ليه لا؟ ايه المشكله يعني؟ عرفت ان في كلمه راوتر، اعتقد كل الناس اللي قاعده سمعت كلمه راوتر دي قبل كده، مش عارفها اكيوريت معناها ايه، بس عرفت هو الديفايس اللي بيخليني اخش على الانترنت. لو مفيش انترنت انا بتشيك الراوتر، ما بعرفش بتشيك ازاي، بس انا المفروض اسال على الراوتر، عارف انا ربطت الاثنين ببعض. المفروض احنا في الدراسه بتاعتنا بنكمل بقى شويه على الكلام ده، كان بس ده شويه هنلاقي كل الكلام اللي مكتوب ده اولموست عارفينه يعني، نظبط فيه شويه. طيب في حد حاجه اللي مكتوبش قدامنا دول ما يعرفهاش؟ بصوا كده عليهم، ايه اللي ما تعرفوش هنا؟ ويب سايت، ويب بيج، لينك، ويب براوزر، سيرش انجن، انترنت، دوت كوم. ايه الكلام دولت اللي ممكن اول مره نسمعها؟ يو ار ال، ايه تاني؟ الاف تي بي السيرفر بتاعك، السيرفر بيخط السيرفر الثاني،
تروح للديستنيشن بتاعه. يبقى الانترنت سيستم كونكت بينيوم الكمبيوتر او الهولد او هو نتورك اوف نتوركس. طيب ده تعريف الانترنت. هنا اللي بعديها المفروض البروتوكول والاكسبريشن ده كنت شفناه في النتورك. يعني ايه كلمه بروتوكول؟ غير البروتوكول خالص، كلمه بروتوكول اصلا احنا عارفين كده هو يعني نود اداه اي حاجه. المفروض احنا في بروتوكولز طالما اكتر من واحد هيكومنيكيت مع بعض يبقى لازم في بروتوكول، في رولز تحكم عمليه التواصل ما بينهم. يعني احنا بينا وبين بعض في بروتوكولز هنا في الجامعه، طريقه الكلام، طريقه التعامل، طريقه اللبس، الحاجات دي اول بروتوكول. طيب فيش كده المفروض الناس اتعودت عليه. اللي مش متعود عليه بيبقى يقول لك والله ما ينفعش تيجي متاخر، ما ينفعش تيجي متاخر ربع ساعه عشان تخش عشان تعمل تخش فاينل ماكسيموم 8 ساعه. دي الرولز، ده البروتوكول المتبع. غير كده خلاص انا ممكن اقعد لك ان انت تحت ظروف معينه الفاينل ما بيتعدش. هو ان شاء الله لو عندك سايت بتاخد لازم تقول بتاع الجامعه طالما في كوميونيكيشن ما بيتحصل اي حد في حاجه اسمها بروتوكول. نفس الكلام ده في التكنولوجي سواء في النتورك او في الانترنت، الاثنين بيتبعوا مجموعه من البروتوكولز اللي هي الاداه اللي بتحكم عمليه التواصل ما بين الاشخاص. طيب قبل ما نقول بس البروتوكول، هل الانترنت ليه صاحب؟ هل الانترنت ليه اونر؟ فيسبوك ليه اونر؟ احنا واثقين ان دي مشهوره جدا. الفيسبوك ليه اونر؟ مين هو؟ كل شويه نقعد الناس تتريق عليه وكل ما حد يعمل حاجه يقول لك مارك مش عارف نهزر ونعمل، بس اتليست وصلت لها معلومه ان الفيسبوك هو فعلا ليه اونر، ليه واحد هو اللي بدأه بقى شغال فريق كبير فيه دلوقتي، لكن الانترنت ملوش اونر، ملوش صاحب. طيب ملوش صاحب كده شغال كده؟ لا، بس هو بيدار بمجموعه من الاورجنايزيشن، في مؤسسات هي المسؤوله عن عمليه اداره الانترنت. طيب بتكتبها على اساس ايه؟ على اساس البروتوكول، كل حاجه على الانترنت اللي بتحكم عمليه التواصل ما بين الناس بتبقى بروتوكول. يبقى البروتوكول ايه هو التعريف ده؟ وبنقول عليه هو ستاندردز. ستاندردز معايير قياسيه، قواعد، رولز، ريجوليشن، اي حاجه بتحكم عمليه الكوميونيكيشن ما بين الاندفيدوال على الانترنت. طيب اللي عايزين نقوله اي حاجه علاقه بالنتورك او بالانترنت لازم تتبع بروتوكول معين. احنا عايزين نستيت بس كلمه اشهر واحد واعتقد ده كل الناس بتشوفه اللي هو ايه؟ اتش تي تي بي. حد عارف بتقول ايه؟ هايبر تكست. اتش تي ده يعني هايبر تكست. هايبر تكست ترانسفير بروتوكول. ترانسفير بروتوكول. طب الاس تي بي ده برضه ترانسفير بروتوكول، يعني الاثنين هم ترانسفير بروتوكول. ترانسفير بروتوكول هو البروتوكول المسؤول عن نقل حاجه. الاس هي فايل، فايل ترانسفير بروتوكول. فده البروتوكول المسؤول عن نقل الملفات. عايز تبعت ملف من واحد للتاني، مين اللي بيقول الكلام ده؟ مين يقول لك لا ما ينفعش تبعت ملف اكتر من 10 ميجا؟ ما ينفعش مش عارف تعمل ايه؟ لو في فيروس بيعمله سكان الاول، مين اللي بيعمل الكلام ده؟ البروتوكول اسمه اف تي بي، فايل ترانسفير بروتوكول. طب ده الاشهر ده بيشوفوه فين؟ بيبتدي فين ده؟ في اليو ار ال، في الويب سايت نيم، الويب سايت ادرس، اوتوماتيكلي المفروض انت بتكتبه في اي ويب سايت عشان الناس مش متعوده عليه وبيتنسي. بتيجي تفتح اي ويب سايت كده www.yahoo.com، لو بصيت على اليو ار ال مره ثانيه هتلاقي حاطط له في الاول حتى لو انت ما جبتوش اتش تي تي بي. ليه؟ لان ده البروتوكول المسؤول عن نقل الويب بيجز. هايبر تكست دي اللي هي الويب بيجز او الويب سايت. فحضرتك عايز تفتح اي ويب سايت لازم هتكتبيه او هتتبع البروتوكول المسؤول عن الكلام ده. ترانسفير بروتوكول. الاثنين ترانسفير بروتوكول. حلو ترانسفير بروتوكول. ده فايل، ده هايبر تكست. بروتوكول يبقى الاف تي بي هو البروتوكول المسؤول عن نقل الفايلز ما بين الاشخاص. الاتش تي بي هو البروتوكول المسؤول عن نقل او فتح الويب سايت او الويب سيرفمنت او الويب بيجز ما بين الاشخاص. ده البروتوكول. في مشكله؟ طيب. الويب ديزاين المفروض انتوا خدتوا الحاجه اللي فاتت خدتوا ايه؟ اتش تي ام ال. بيعمل ايه الاتش تي ام ال ده؟ بيعمل صف. طيب احنا متعودين عارفين ان في حاجه اسمها ويب سايت، صح؟ طول عمرنا قبل الليكتشر المره اللي فاتت بنستخدم الويب سايت از ا يوزر. يعني حضرتك لو انا بصحصح بقول حضرتك يو يوز الويب سايت، انت بتستخدم الويب سايت. المره اللي فاتت قلنا لا، احنا ممكن نديزاين الويب سايت، ممكن نكريت الويب سايت. بنستخدم احنا نعمل كده. طبعا الحاجات دي كلها تشوف شكل الامتحان، هي كل بلو بي، يعني كل نقطه بتقول لك جايه. عليها سؤال او اثنين، شوف بقى فين بقى. 70 80 90 فاينل وكمان دول 30 فاينل بقى يبقى حبه حلوه يعني. طيب الكلام كله بسيط، بس انا اقصد ده اعتقد ده سؤال لازم يبقى موجود. اقول لك الكود لو يوز ايه هتفرق تو ايه؟ لما اقول لك تو يوز الويب سايت لا استخدم اي حاجه، لكن تو كرييت ويب سايت تو ديزاين ويب سايت يبقى حضرتك بتستخدم ايه؟ اتش تي ام ال ومشتقاته بعد كده اللي احنا لسه ما نعرفهاش اللي هي كلها بتعتمد على اتش تي ام ال. اقول لك تو كرييت الويب سايت او تو ديزاين الويب سايت يوز ايه؟ يوز اتش تي ام ال. اللي هو اختصار ايه اتش تي ام ال؟ هايبر تكست مالتي مارك اب لانجوج. هايبر تكست مارك اب لانجوج. الاتش تي ام ال مش هنخش في تفصيل قوي بس الناس ما تعرفوش.
هو مش بروجرام لاك، هو حاجه اسمها ماك اب لاك، حتى لو مش مشكله يعني ماك اب دلوقتي، بس ال HTML هو مش نقطه بروجرام لاك، هو ماك اب لاك حاجه كده اقل من البروجرام شويه. يبقى بستخدم ال HTML كريت او ديزاين ويب بيجز او ويب سايت. فانت كده ايه الفرق بين الكلمتين دول؟ الكلمتين دول منتشرين جدا، اعتقد احنا عارفينهم، بس للاسف الناس بتستخدمهم الجنريتيف كده مع بعض على الوقت ان هم غير بعض، يعني بنستخدمها كلهم حاجه واحده بس هم مختلفين. الويب بيج والويب سايت ايه الفرق بين الاثنين؟ او ايه تعريف كل واحده فيها؟ الويب بيج ايه؟ الويب بيج هو الويب سايت صح؟ الويب بيج لو انا عايز اعرفه بقول ايه؟ اسمها ويب بيج. سيبلي صفحه فين؟ صفحه في المكتب ولا في السايت؟ على الانترنت. صفحه موقع. الويب بيج الويب بيج هي بيج اون ذا انترنت. البيج دي ممكن تبقى هو مثلا بتاع 1000 صفحه، هو صفحه اسمها ياهو نيوز، هو صفحه اسمها ياهو ميل، صفحه اسمها ياهو ويدر، ياهو سبورت، ياهو كالندر، اند سو اون. هو الويب سايت اسمه ياهو، هو صفحه كتير قوي ويب بيجز ريليتد لبعض كونوا لي الموقع اللي اسمه ياهو. يبقى الويب بيج هي بيج على الانترنت او دوكيمنت على الانترنت، ده الويب بيج. اما الويب سايت هو مين كونتين مالتيبل ويب بيجز ريليتد لبعض، والاثنين هم ميد افيلبل تو ذا بابليك، متاحين للناس كلها على طريق الانترنت. طيب ده الفرق بين الاثنين. طب ايه الهوم بيج؟ أول صفحة بلابس. أول صفحة. الهوم بيج هي الفيرست بيج. ده ممكن تسأليه كده. بيقول لك الويب سايت ياهو هو 1000 صفحة. طب لما تفتح ياهو إيه أول واحدة هتجي لك؟ الأول واحدة بتجي لك دي اسمها الهوم بيج. يبقى الهوم بيج هي الفيرست بيج أو المين بيج أوف الويب سايت، بيتقال عليها هوم بيج. طيب إيه اللينك؟ يعني إيه لينك؟ هايبر لينك. يعني إيه؟ يعني إيه ويعني إيه؟ يعمل إيه بيوم؟ يو ار ال الكلمه اللي عايزينها اسمها كليكابل. يعني ايه كليكابل؟ كليكابل لما تدوس عليها تعمل اكشن. كليكابل لما لك كليكابل ايتم، يعني ايتم لما تدوس عليه هيعمل اكشن. يبقى اللينك هو كليكابل ايتم. بيعمل ايه؟ بينقلك لانذر ويب بيج، بينقلك لصفحه ثانيه. ده تعريف اللينك او الهايبر لينك. لو انا عندي مثلا كلام تكست عادي جيت قعدت اضغط عليه من هنا لبكره، هل هيعمل اي حاجه؟ لا، ان هو مش كليكابل. اقول لك انا خلي لي مثلا في ال HTML لو بنتكلم اقول لك خلي لي الكلمه دي بقى كليكابل وتنقلها في صفحه كذا، يبقى المفروض ان اعمل لها لينك بالمفهوم اليوزر العادي. يبقى اللينك هو كليكابل ايتم ذات كونكتس يو تو انذر ويب بيج. طيب دي مشكله؟ طيب يبقى في مربع كده او مستطيل يبقى لونه ابيض زي اللي بنكتب فيه عكس لما بنيجي نعمل لوجن لاي حاجه نحط اليوزر نيم والباسورد. اعتقد الشكل ده بتشوفوه يبقى في مربعين كده واحد بيكتب في اليوزر نيم والتاني الباسورد. يبقى اسمه ايه ده؟ اسمه لا الليبل ده اسمه جوه البول اسمه ايه؟ اسمه كلمتين اتنين كده تكست بوكس. على فكره الحاجات دول على الرغم ان هم سهلين جدا بس هوبفول يعني بعد البوكس ده هيفرق معايا قوي. شوف ان احنا نجحنا يعني في البوكس ان حضرتك في بعض التكنولوجي تتخلى عنها وتبدا تستخدم الاصل بتاعها. لما نيجي نشرح لبعض كده حتى في الشارع في العادي كده اقول لك هخش على الويب سايت بسمع كلام مهول بيتقال يعني بالذات على جنب. لما تيجي الناس تشتغل بعض كده بيقولوا كلام غريب يعني. كل خش كده تلاقي سهم يفتح السهم بقى وسهم ايه ده ليه لسه؟ سهل قوي ان انا استخدم المصطلح بتاعه. سهل قوي ان انا اخش على الويب سايت هتلاقي فيه اثنين تكست بوكس انت فيهم كذا وكذا. ما ينفعش تقول يعني ايه تكست بوكس؟ تكست بوكس ده اللي هو مربع مسموح لك انك تكتب فيه 1 لاين اوف تكست. هو اكشولي بتبقى يعني فيو وورد زي كلمه كلمتين. هو على قد اليوزر نيم على قد الباسورد الماكسيموم بتاعك سطر ما يتقدرش يبقى اكتر من سطر يبقى واحد تاني. يبقى ده اسمه ايه؟ تكست بوكس. وانا جبت كذا هتلاقي تكست بوكس ما تقولش يعني تكست بوكس. دي مشكله؟ او انت لو بتشرح حد تقول له كده برضه تقول لك عندك اثنين تكست بوكس المفروض تكتب فيهم كذا وكذا. الكلام ده المصطلح. فلو هو بس مساحه بقى انت تقدر تكتب اكتر من لاين سيرفر لاينز زي اللي بيطلع في الميل تكتب على الميل يبقى في تكست بوكس تكتب فيه تو تكست بوكس تكتب فيه سي سي تكست بوكس تكتب فيه سبجكت سطر واحد في تحت كده حاجه كبيره تقدر تكتب فيها الكلمه بتاعك. هيبقى اسمه ايه بقى؟ تكست
اختلاف ال back or forward. Firefox, Opera, Opera بقى وسفاري. أشهر إكزامبل ليه الويب براوزر، هو إيه بقى الويب براوزر؟ هو هو أبلكيشن أبلكيشن تطبيق بروك
في طب دي مكانه تفتح انترنت اي حد يخش عايز يفتح اي ويب سايت اول حاجه بيعملها كده من غير ما يفكر بيعمل ايه بيفتح واحده منهم وبعد كده يبدا يكتب يو ار ال يو ار بروجرام يو يوز تو اوبن ذا انترنت الويب براوزر انا عايز اعرفه هاب بروجرام يو يوز تو اوبن ذا انترنت ودي اشهر اكزامبل فيه غالبا على الاقل في الامتحان بيبقى عليه سؤالين اثنين دول كل واحده منهم سؤال تعريف الويب براوزر ازاي ولا نقط هو البروجرام يوز تو اوبن ذا انترنت تبقى عارف ان ده اسمه ويب براوزر الاكسبريشن بتاع الويب براوزر ده اللي كان ناقصنا عند بعض الناس فبنكمله الاكزامبلز اعتقد كل الناس عارفاها ممكن انا اقول لك which of the following is not considered as a web browser example مين في دول مش ويب براوزر اكزامبل اقول لك جوجل كروم سفاري فيسبوك اوبن ميجامي فيسبوك حط واحد ويندوز اي حاجه فتبقى اي اي دلوقتي انترنت في الجو انترنت اكسبلورر اشهر والاقدم على فكره يعني حاليا بنفس اي ظهر معايا ده فتره كده 10 سنين او اكتر بدا يعني حد يقف فاضي شويه وبعد كده ظهر ده تروم باكلهم كلهم هو الثلاثه هم المهاجرين الثلاثه بتاعت احسن بتاعت حاليا بس الثلاثه هم المهاجرين على مستوى العالم واوبرا يعني شويه بيخش كده وفجاه اوبرا سفري دول بالذات يعني بس هم في على فكره فتره كده في ناس بتسوي حاجات ثانيه دول اكتر ده على مستوى العالم أعتقد في مصر الناس اثنين جول كروم حاليا أو الأتوماتيك سنتوم. جول كروم اليوزر العادي أعتقد كلهم هيجيبوا يستخدموا جول كروم. يعني أعتقد إن في حد يستخدم فيهم. جول كروم اليوزر العادي هو الأبسط. استفاد. طيب ده الويب براوزر. سيرش إنجن. إيه هو سيرش إنجن؟ أو إيه أشهر سيرش إنجن هنا الأول؟ جوجل. طب إيه هو سيرش إنجن بقى؟ هو عبارة عن ايه كلمة واحدة وبيعمل ايه؟ بيعمل ايه دايما بالسهل دي معاكم على طول؟ وسايط على رقم يجيب بالك جوجل واقول له سيرش انجن كلمة واحدة يبقى عندها مشكلة يعرف ان السيرش بتاع في الاول في الاخر عبارة عن ويب سايت هو مش برنامج يعني جوجل ده لو عملت داونلود وانستليشن اي حاجة هتستخدمها من جوجل هو عبارة عن ويب سايت اي سيرش انجن التعريف بتاعه من اول ما التعريف اقول لك ايه ويب سايت بتستخدمه عشان تعمل ايه؟ تسيرش الانترنت على انفورميشن تسيرش فور انفورميشن في الانترنت لما يرجع لجوجل لو عايز يجيب معلومات عن الانترنت الناس بتستخدم احد السيرش انجن اللي اشهرهم جوجل بس في حاجات ثانيه زي ايه؟ ياهو ياهو في اللي هو ال نسي اسمه والله اقدر اقول موقع انا كده قلت جمله كامله قلت الكلمه الاساسيه في تعريف الكمبيوتر
السيرش انجن ذا ويب سايت الباك از ان ايكون اوكي هي كده جمله سليمه 100% السيرش انجن ذا ويب سايت الويب براوزر از ا كومبلكس عايز الجمله بعد كده بتعمل ايه حلو بقى او عارف ده عرفت الاهم يعني ده دي الاهم وده دي ما حدش يقول يعني الكلام العادي احنا مستعيد عنها في كلمه حاجه ده مش اي حد يعني ايه كذا يقول لك هي حاجه بتعمل 1 2 3 على يوم الواحد ده صح هي ما فيها موضوع كويس جدا ولو ركز يعني انتوا اللي جبتوا الاجابه بحطوا في الويب سايت او الجوجل يعني دي صعبه شويه بس ماشي انتوا اللي هيعملوا لوحدكم بس ركزنا شويه هي عباره عن ايه ده النصيحه دي كل الحاجات اللي بتفرق معايا طيب اليو ار ان هو ايه؟ اختار ايه الاول؟ اختار ده مهم على فكره انفو ريسورس تو كي اليو ار ان اختار حاجه اسمها انفو يونيفورد ريسورس تو كي الفورم ريسورس اوكي ايه هو بقى اليو ار ان؟ الفورم ريسورس بقى يعني حاجه ثابته على مدار العصور مش عارف ما بتتغيرش من يعني تقعدوا سنه سنتين كده على الوضع ده لما حد يقول لك يعني حاجه ما بتتجمعش هو مش اسف حضرتك الترجمه يعني يعني ايه ويب براوزر متصفح؟ يعني دي اجابه تقليديه لازم تلاقي عدد في كل القواعد اللي مساله بتعكيد عايز معناها بالعربي يعني ما بقتش حاجه ما هو حاجه مميزه عندنا في التعامل مع طلاب السنه دي بس يعني مش خلاص يعني كنت دراسه دي يعني حاجه جود بوينت في الشغل يعني في الكليه مش فاهم مثلا بالعربي يعني توتال الكريبل بتاعنا في ايه عدد ماده وتقدير الانسانيات دول أضحك شوية قلت إيه اليو ار ان بتاع جامعة بنك؟ يعني المقصود بيها هو نفس الكلام هو ويب سايت نيم أو ويب سايت ادرس عنوان الويب سايت ده على الإنترنت يبقى اسمه اليو ار ان. تسأل حاجة؟ طيب ده اليو ار ان آخر حاجة بنشوفها اللي هو زي ده كده ده اليو ار ان بتاع إيه؟ أنا سألت الناس إيه اليو ار ان بتاع جامعة بنك؟ هيبقى في هيستوري ترانسكريبت بتاعتك على طول يعني انت السنه دي حاطط لك خمس ست مواد جدول
دول هيتسابوا بعديها الست مواد اللي بعديهم هيبقى شكلها كده شكل الشهاده انت على طول محتفظ بيه تاريخ الهيستوري بتاعك درجاتك تقديراتك تاريخ يا ابن سيدي الناس كل مره بعد على الايميل وبتكلم رقم لحد ياخد ملفات بتاع الفيسبوك كل ده business to business. روح كله عنده سكس.